هاي مسيرة الحياة فيها الشباب أن يمتطي الطريقة مشيا على الأقدام. مع المسيرة مع المسيرة بدأت التحرك وهي الآن بالحوضان تنتعس إلى صنعاء. الشباب لسان حالهم يقول صبوحنا حرية وغداءنا مصر ودفاعنا عزيمة وإرادة. لو نعبر إلى صنعاء أو الشباب مسيرة راجلة إلى صنعاء. قرر شباب تعز الأحرار بكل فئاتهم وبكل تكتلاتهم وبكل أحزابهم ومستقليهم كل أبناء تعز اليوم توحدوا تحت راية واحدة. كانت الفكرة خيالية ومستحيلة أو مستبعدة عند الكثير الذين لا يدركون أن العظمة والإبداع يكمنان في الخيال والولوج في غابات المستحيل وهياج المجهول، غير أن شبابا تواقا للحرية لا تتسع لهم ساحة أو مدينة، طموحهم أوسع من شارع وخيمة ووقفة احتجاجية، أدوارهم أشرف من كل الأوسمة والألقاب. شباب جعلوا المستحيل ممكنا لأنهم أبناء مدرسة النضال الثوري تعز الثورة شريان الحياة ومنبع الحرية عنوان السبق في انطلاق الشرارة الأولى للثورة، لها في التضحية مكان وفي الثقافة والإبداع الثوري تخطت الزمان. من ريفها من مديرية المعافر بدأت الفكرة المستحيلة تتجسد، فانطلقت أول مسيرة راجلة لتحط رحالها في حضرها في أول ساحة صدح فيها الثوار بكلمات العزة والحرية والكرامة، وفيها رمت أولى الماجدات بقوسها في سهام الشهادة الشهيدة عزيز المهاجر كأول شهيدة في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وعلى ثراها الطاهر سقط ثاني شهدائها الشهيد مازن البديجي، فكانت بذلك رائدة الثورة ومدرسة النضال والحرية التي أقضت مضاجع الظالمين عبر تاريخها النضالي الطويل، وشكلت بالنسبة لطغاة اليوم منبع الثورة فقرروا أن تنال النصيب الأكبر من البطش والقمع والإرهاب. وأن يتعرض شبابها لصنوف شتى من القتل والتعذيب. أرادوا أن يطفئوا بها نور الثورة وأن يركعوها بالقوة، فاستعصت عليهم ووسوس لرأسهم المدبر شيطانه بأن يحرق ساحتها، وكان له ما أراد. وظلت تعز غرة المدائن العظيمة حية لا تموت لا تذل أو تستكين، وأبت الحالمة إلا أن تكون أسطورة الثورة اليمنية تعلم اليمنيين والعالم دروسا عملية في الثورات السلمية، في القيم والأخلاق، الصبر والصمود والتحدي، الطموح والإعجاز والإنجاز والتضحية والفداء. وفي صباح يوم الثلاثاء في 20 ديسمبر 2011 انتفضت من جديد وخرجت كما تخرج العنقاء من جوف الرماد. كانت تلك اللحظات لحظات تاريخية، المدينة تتفلت من مرمى القصر، تنهض من تحت الركام، البيوت تكتم أحزانها، الأحياء تضمد جراحها، الشوارع تكفكف دموعها، يؤذن الشهداء في روح المدينة حي على الحياة، فتطلع الصباحات المنيرة وتشرق الشموس الغفيرة لتبزغ في الأفق مسيرة الحياة، إحدى ابتكارات العطاء الإنساني العظيم للحالمة، لتعيد لقلب الثورة الشبابية الشعبية نبضه الوطني، ولتضخ في شرايينه من جديد دمه النقي، وتبعث فيها روح التحدي لمواصلة مسارها في الكفاح السلمي بسلوك حضاري وثقافة مدنية تجسد أخلاق اليمنيين الأصيلة. اكتظت ساحة الحرية بالحشود، وتسلح كل من في الخيام باليقظة، لا مكان للنوم في ساحة الأحرار، الحياة فيها لا تتوقف،
مكبرة الصوت تهز أرجاءها وتملأ فضاءات الحالمة بأناشيد الثورة والثوار. يا من باع الثوار يا حرام، يقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للثورة، وأن أبذل جهدي في إنجاح مسيرة الحياة من تعز إلى صنعاء، وأن أتمسك بالأخلاق الثورية الأخوية. وفي تمام الساعة السابعة صباحا بشموخ وإباء وقف الجميع أمام المنصة وعزف النشيد الوطني إذانا بانطلاق مسيرة الحياة. تحركت المسيرة وسط هتافات التوديع وزغاريد الفرح وابتهالات الدعاء التي تبعث في النفوس الحماس والقوة والعزيمة، وانحنى جبل صبر إجلالا وتقديرا لشموخ الأبطال المتطاول هامته العالية، وابتسم شمسان إعجابا بإرادتهم وعزيمتهم الجبارة. هكذا لبى أبناء تعز نداء الحياة أحرارا وحرائر، صغارا وكبار، شبابا وشيوخ، معاقون وأصحاء. إنها الحياة التي لا تستثني أحدا، رسالة تعز إلى كافة المرابطين في الساحات والميادين. إنا معكم في خندق واحد، ولن تفرقنا عنكم المسافات أو مكايد ساسة الظلام من العائلة البائدة. كان خروج تعز الصمود إعلانا لليمن قاطبة عن تدفق شريان حياة يمد كل أبنائها بروح العزة والتحرر من الظلم، وأن الخوف لم يعد له مكان فيها، وتأكيدا وإصرارا على الهدف الأول للثورة، الشعب يريد إسقاط النظام ورفع زخم الحسم الثوري السلمي، ووفاء للشهداء والجرحى والمطالبة بمحاكمة وإعدام القتلة من أجل تحقيق العدالة وبناء الدولة المدنية الحديثة. عند الساعة 8:15 وضعت مسيرة الحياة أولى خطواتها على صخور وأحجار منطقة الحوبان، متجهة صوب عاصمة اليمن الموحد لتعبر عن أهدافها ومطالبها في تلك الفترة الحاسمة من التغيير. ومع أولى خطواتها تجددت الحياة الثورية في كل المحافظات والمدن، مجسدة كل معاني ومفاهيم الوحدة اليمنية. عندها أزهرت اليمن وفاح عبيرها، وتحول الشتاء البارد إلى ربيع ثوري دافئ بصرخات الثوار وهتاف الأحرار. ما إن وطأت أقدام طلائع المسيرة مفرق الحوبان، التحم الجمع الثوري بانضمام أحرار مديريتي التعزية وماوية، وجمع من محافظتي لحج وعدن، وتواصل السير. لم يحسبوا حسابا لطاهش الحوبان أو غيره من المتجبرين أو المتسلطين، وكيف لمن امتلأت قلوبهم بنور الثورة وحب الأوطان أن يأبهوا لهذا وذاك. وفي أرض الجند التي انطلقت منها مسيرة معاذ لأبناء اليمن، كان لعبق التاريخ حضور. استلهم منه شباب مسيرة الحياة معاني الحرية والإيمان القوي ونبل المقصد وسمو الهدف، وتسلموا منه وثيقة براءة النضال المتحرر من مظاهر التطبيل والتزمير لنظام القتل والنهب العام. وتدثر المسار المبارك بروح الصحابي الجليل معاذ بن جبل، رفيق درب ودليل مسار ونور هداية لشباب غاضب على كل ما هو مهدر ومجهض في بلدهم المسلوب. الوقت والكرامة والعقل والحرية والحب والحلم والإنجاز والموهبة. وبعد تناول طعام الغداء واستراحة قصيرة، كانت حشود المسيرة قد تضاعفت من ضمام جمع مبارك من أبناء مدينة القاعدة، وبدأت تحث خطاها على درب الثورة والحرية. ليستقبلها وادي السياني مرحبا ومبتسما قائلا لجموعها الغفيرة:
هذه تربة عزكم، فطوفوا بالبلاد وانشروا الحرية في طولها وعرضها، سطروا تحت خطاكم حروف العزة والكرامة، واغسلوا بعرقكم كل تركات الماضي البغير. وأمام عزيمة شباب تعز الثورة وإصرارهم على مواصلة المشوار، تذلل طريق نقيل السياني لحشود المسيرة المهيبة وهتافاتها الحماسية الثورية. الكرامة والعزيمة والجهاد، اليمن أشعلها ثورة على الفجر. الشباب كلهم عندهم عزيمة وإرادة نصل حتى إلى آخر مواخر رسالة. إن الشعب قد صمم واقسم بطه وفي ياسين وبالرحمن بأن الطاغية لابد ما يعدم ولابد ما يكتوي قسمه على النيران. أمر النار والحديد الطغاة اللي شربوا سنين طويلة من دماء. وملأ الرعب أفئدة القتلة وناهبي الثروات وآكلي حقوق الشعب علي صالح وبقايا زمرته الفاسدة. وخرجت حشود منطقة النجد الأحمر ومنطقة المكتب لاستقبال ثوار الحياة. وفي الوقت ذاته كانت حشود المسيرة المنطلقة من مدينة إب قد وصلت إلى مفرق المواصلات وظلت هناك تنتظر. نحن أبناء محافظة إب، أتينا لنلقي المسيرة الراجلة الآتية من محافظة تعز والذاهبة إلى مدينة صنعاء، ونقول لهم أهلا وسهلا بكم في محافظتكم محافظة إب الأبية. ونحيي الشباب الراجلة من تعز إلى صنعاء، وسوف نساندهم بكل ما يمكن بكل ما يمكن. وما إن وصلت مسيرة الحياة تم استقبالها على ضوء الشموع، وتعانقت المسيرتان وتساقطت الدموع ابتهاجا وفرحا، ليتواصل السير صوب المدينة الخضراء. لمن كل هذه القناديل تضوي؟ لمن كل هذه القناديل تضوي؟ وهذه المواويل في العرس تشكو لمن؟ وعند تمام الساعة 9 مساء وصلت مسيرة الحياة مشارف المدينة التي فرض عليها نظام العائلة البائدة حياة الظلام بقطع الكهرباء، فاستنارت بنور مسيرة الحياة التي جابت شوارعها وتراقصت طربا وفرحا بوصولها، وأضاءت الألعاب النارية سماءها وهتف الجميع. وسط تصفيق كبير وترحيب عظيم، دخلت المسيرة ساحة خليج الحرية التي وامتناني أنا وشباب تعز والجمهورية اليمنية كل الشباب شكرنا لهذه المحافظة على حسن الاستقبال وعلى الحماس. هكذا انقضى اليوم الأول بعد أن قطعت مسيرة الحياة ما يقارب 68 كيلومترا من خط سيرها. شكلت المرحلة الأولى والمهمة التي على أساسها تحدد المسار. ومع بزوغ الفجر وإشراقة شمس اليوم الثاني للمسيرة الأربعاء 21 ديسمبر 2011، نهض الثوار وهم أكثر إصرارا وعزيمة على مواصلة المشوار. وفي ساحة خليج الحرية تناولوا طعام الإفطار، وعند تمام الساعة 7 صباحا ودعتهم مدينة إب مع من انضم إليهم من ثوارها. وتحركت مسيرة الحياة مارة بجولة السحول سوق السبت حتى وصلت منطقة المخادر مطاعم الأميرة.
وهناك كان لأهل الكرم والشهامة وجود الذين خرجوا في مسيرة حاشدة لاستقبالها، يدقون الطبول ويرقصون ابتهاجا وفرحا بوصولها ويقدمون الطعام والشراب لثوارها.